السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده عندنا ريفيو سريع كده لكتب المعاصر لمرحله الكي جي، سواء كان كي جي 1 او كي جي 2. هنبدا بالمجموعه كامله، يعني عندي كونكت كونكت بلس وديسكفر وعندي كمان الماث. هبدا اول حاجه بكتاب الكونكت لكي جي 1. كل دي كده هنا عندي ريفيجن، اوكي دي كده كلها ريفيجن للليترز. ابدا لما ادخل في المنهج نشوف شكل عرض الدرس من جوه عامل ازاي. طبعا عندي الفوكاب، وهنا عندي جزء الجرامر، وهنا كده الفوكاب اللي المفروض البنت او الولد يطلعوا حافظينها من الليسن ده، وهنا عندي جزء اكتيفيتي. طبعا مش هتكلم على جودة الورق او الالوان، كل الحاجات دي بتلفت نظر الطفل جدا في المرحلة دي. اوكي طيب، خلصنا المنهج نيجي بقى لاخر الكتاب. نبص كده بيكون عندي زي جنرال ريفيجن كده، مراجعة لكل الكلمات اللي كانت موجودة في الترم ده من اول يونت 1 2 3 4 كل ده. طب خلصنا كده؟ لا، بعد ما ادينا ريفيجن عندي بقى جزء اكتيفيتي يبدا الطفل كده يحله، وتبداي تقيمي الطفل. اوكي ده كده بالنسبه للكونكت. البلس برضو ماشي بنفس المنهج، يعني الاول برضو هيبدا كده بريفيجن، اي تبدا كلها بريفيجن كده عباره للليترز، وابدأ بقى برضو ادخل في المنهج بنفس الطريقة الفوكاب، وهنا في تلوين برضو، وهنا في جزء تريسينج للوردز اللي هو هيحفظها، هنا عندي جزء الجرامر. خلصنا الجزء ده، عندي جزء الاكتيفيتي اللي الطفل بيحله. ها خلصنا كل المنهج بالطريقة دي، برضو في الاخر بلاقي جزء الريفيجن، المراجعة بقى على المنهج كله، وبعديها بيكون عندي جزء الاكتيفيتي. ده كده جزء الاكتيفيتي هيبدأ من اكتيفيتي 1. بصوا قبليها حتى هو عامل ريفيجن حلو قوي، كاتب البيج دي للفونكس، مقسم الفونكس كده كلها، بعد كده عامل البيج التانية كلها لامم فيها الجرامر اللي كان موجود في يونت 1، الجرامر اللي كان موجود في يونت 2، يونت 3، يونت 4. اوكي يبدا الاكتيفيتي. طب تعالى نشوف كده هو بيكون كام امتحان. هنا عندي اكتيفيتي 2 اكتيفيتي 3، تقريبا هم 5، هم 5 او هما كده 5 امتحانات في اخر الكتاب، يعني يساعدوكي كده تقيمي الطفل. طيب بالنسبة للديسكفر اللي ناس كتير جدا بتهمله من اول مرحلة الكي جي، يعني دي نصيحة مني، لا لازم الطفل يتعلم ان هو في مذاكرة الديسكفر بتديله كلمات جديدة، عشان يبدأ لما يدخل كده من اول جونيور 4 ويبدأ في الساينس ما يبقاش الموضوع تقيل عليه. هو مجرد بس بيديله كده في الاول، بيبدأ تلوين، وطبعا هيديله هنا مصطلحات، يعني في الشرح ده كده هو يكاد يكون تلوين، بس فيه يعني كام كلمة كده الطفل طبعا هيلقطهم ويحفظهم. هنا عندي تراينجل، سكوير، سيركل، ريكتانجل، كل ده الطفل حتى لو بيحفظه اورال مش ريتن، فدي بالنسبة له حصيلة لغوية حلوة جدا. وهنا عندي الماي فاميلي، طبعا عندي الفاذر والبراذر والسيستر وماذر، يعني في كام مصطلحات كده الطفل هيبدا يلقطها ويلونها ويكتبها. ده كده بالنسبه لكتاب الديسكفر. بصوا حتى الالوان بتاعته عامله ازاي، شد الطفل جدا. طيب اخر حاجه والطفل بيحبها جدا جدا، ما شفتش طفل لغات صراحه مش بيحب الماس. اول حاجه تذاكر ايه؟ اذاكر الماس. طيب انا هستعرض كده المكونات اللي جات لي مع الكتاب، بيكون معاها علبه الوان صغيره، اوكي، ودي بتبقى اشكال كده موجودة في الكتاب، دي منفصلة كده، وهنا بتبقى فيه زي ستيكرز كده تقريبا برضو الديسكفر كان فيه زي ستيكرز كده. او ودي المحتويات اللي بتيجي في الديسكفر، نسيت اوريها لكم، وفي ستيكر من ورا. اوكي طيب، محتويات الماث بيبقى الستيكر ده، وعلبة الالوان الصغيرة، والستيكرز اللي الولاد بتحبها. طب نيجي للمنهج نفسه بقى بتاع الماث، تعالوا كده نشوفوا الكتاب مع بعض. كل ده محتوى المنهج، عبارة عن 6 chapters KG1. هيبدأ الأول tracing، يبدأ بقى عندي النمبرز، اوكي في colors، وفي تدريبات كتير قوي. أنا يهمني طبعا في أي كتاب، بصوا كل دي تدريبات كده، والتدريبات متنوعة ما بين ده إن هو يلون أو يوصل أو يكتب بإيده أو يختار، كل ده كده بص كده مع بعض، كل دي تدريبات مهمة قوي نعرف الطفل على المنهج من اول كي جي 1، سواء الماث او الديسكفر
او الكونكت او الكونكت بلس. اوكي ده بالنسبه لمرحله الكي جي 1. طب نيجي مرحله كي جي 2، نبدا برضو بالكونكت زي ما متعودين. كتب المعاصر دايما بتبدا بريفيجن. اوكي ده كده جزء الريفيجن، بصوا كده معايا. طيب خلصنا الريفيجن، هنبدا ندخل بقى في المنهج. هنا عندي الكلمات، بعد كده هنا عندي جزء الجرامر، ونبدا هنا جزء الاكتيفيتي واهم الكلمات اللي لازم الطفل يحفظها في اليونت ده. ده كده كل ده كده اكتيفيتي، بعد كده شرح، بعد كده كلمات. طيب زي ما متعودين سواء كان كونكت او كونكت بلس بينهي كده الكتاب بجزء ريفيجن اهو، بيقسمها حتى لوحدها، بيقسم جزء الفوكاب الكلمات في صفحه، والفونكس في صفحه، والجرامر في صفحه، ويبدا كده يديني 5 امتحانات اقيم بيهم الطفل وهكذا. يعني مش هعيد الكلام تاني، بس برضو هو ده الموجود برضو في كونكت بلس. بلس ان هو كمان في جزء اجابات من ورا للليسننج تيست. اوكي طيب بالنسبه للديسكفر بتاع كي جي 2، تعال نشوف المحتويات بتاعته. بتيجي كده زي بازل كده او رسمه. اوكي طبعا عندي هنا الستيكرز اللي الولاد بيحبوها. ونبدا هنا في المنهج بتاع كي جي 2. هنا عندي بقى يبدا هنا بقى في اسئله وفي تلوين وفي توصيل. ويا ريت واحنا بنشتغل مع الطفل منهج الديسكفر في كل شابتر بنخلصه نعمل كده هايلايت على اهم الكلمات اللي الطفل بيطلع بيها. يعني مثلا هنا عندي فلاور وعندي ستيم وعندي ليفز وعندي روتس، ابدا حتى لو اساله اورال كده، بس هنا عندي كي جي 2 يعني خلاص بيبدا الطفل ان هو بيكتب الكلمه. ممكن كده نحفظه الكلمات دي اورال، وكم كلمه منهم كده يحفظها له ريتن يعني كتابه. ده بالنسبه للديسكفر. طيب حاجه لاخر كتاب عندي في كي جي 2 كتاب الماث. تعال نشوف المحتويات بتاعته. بصوا دي كده المحتويات الخاصه بكتاب الماث لكي جي 2. وهنا عندي جزء الستيكرز، ده ثابت اساسي في كتب الماث بتاعت المعاصر، وكتاب سوري والالوان الصغيره دي بتيجي مع كتاب المعاصر. طيب تعال نشوف محتوى الكتاب وعرض المنهج. اوكي بصوا الالوان عامله ازاي، جوده الورق حلوه تستحمل بقى الولاد وهما بيلونوا، انتوا عارفين بيقطعوا الصفحه ازاي. كل دي كده عرض المنهج، كل ده بصوا ده كده كل ده ريفيجن وتدريبات، يعني هيحل كتير. بصوا لما هعمل كده كل دي اسئله، طبعا بعد الشرح الاول في كميه تدريبات واسئله كتيره جدا. وطبعا بالنسبه للمرحله دي بيهتموا جدا بالالوان وجوده الورق والتلوين. ده كده كان ريفيو سريع وبسيط لكتب المعاصر الخاصه بكي جي 1 وكي جي 2.